السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في نشرة الأخبار الأولى من قناة السعودية، نسألها بالعناوين. بالتزامن مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف، وزير الخارجية يشارك في ندوة حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة. بأكثر من 100 متحدث محلي ودولي، انطلاق مؤتمر التمييز التشغيلي في نسخته الثانية لتعزيز الأعمال في القطاعات الحكومية والخاصة. أرامكو تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان، أحد أكبر شركات التخزين والبيع بالتجزئة. وتشاهدون في نشرتنا أيضا، الاتحاد ممثل الوطني وأوكلاند سيتي النيوزلندي يفتتحان مونديال العالمي للأندية في جدة. تفاصيل النشرة بسم الله الرحمن الرحيم. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء برقية تهنئة لفخامة الرئيس الدكتور ويليام روتو رئيس جمهورية كينيا بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وصل وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية إلى سويسرا للمشاركة في ندوة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والتي تنظمها بعثة المراقبة الدائمة لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في جنيف مع اللجنة الوزارية المكلفة، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بالذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان. وميدانيا، قتل عشرات الفلسطينيين اليوم في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الإسرائيلية التي استهدفت عدة مناطق في قطاع غزة، حيث استهدفت الغارات منازل في رفح وخان يونس ومخيم المغازي في القطاع، أسفرت عن مقتل 22 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وإصابة آخرين، كما قصفت مدفعية الاحتلال بشكل عنيف بلدة جباليا ومخيم البريج في غزة. ومنذ بداية العدوان على القطاع ارتفع عدد القتلى إلى نحو 18,000 قتيل. وفي الضفة الغربية، قصفت طائرات مسيرة إسرائيلية البلدة القديمة وحي السباط وسط جنين، أدت إلى مقتل 3 فلسطينيين. تخطى مجموع تبرعات للحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة 554 مليون ريال، فيما تجاوز عدد المتبرعين 1,100,000 متبرع. انطلقت فعاليات مؤتمر التمييز التشغيلي بنسخته الثانية، والذي تنظمه المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، على مدى يومين بالرياض تحت شعار نحو تحقيق القيمة لأصحاب العلاقة بمشاركة نخبة من القيادات والخبراء والمختصين. وتبحث النسخة الثانية سبل تعزيز معارف ومنهجيات التمييز التشغيلي في القطاعات الحكومية والخاصة، واستعراض أبرز التجارب وقصص النجاح، وتحقيق مستويات متقدمة من التمييز التشغيلي. ويناقش المؤتمر 10 محاور رئيسة بمشاركة أكثر من 100 متحدث محليا وعالميا. أوضح المهندس عبد الله العبد الكريم محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن القطاعات الحكومية والخاصة في مؤتمر التمييز التشغيلي تتشارك في منصة واحدة بهدف تحقيق الأهداف وتوثيق التجارب. اليوم حنا هنا في هالمؤتمر يشاركنا فيه قطاع الحج والعمرة، قطاع النقل والخدمات اللوجستية، قطاع الصناعة، قطاع الطاقة، القطاع المالي، الابتكار والأبحاث، الاتصالات، كل هذه القطاعات سواء كانت في القطاع العام أو الخاص لديهم تجارب أولى أن نتشاركها في منصة واحدة، لأنها شحذ للهمم، فيها إلهام، فيها أهم مبادئ التمييز التشغيلي، وهو تحقيق الأهداف وقياس الأهداف وتوثيق التجارب.
أكد نائب وزير الحج والعمرة عبد الفتاح مشاط خلال مؤتمر التميز التشغيلي أن أكثر من 40 قطاعا حكوميا وخاصا يعملون في وقت واحد لخدمة ضيوف الرحمن. موسم الحج لا تعمل فيه وزارة الحج والعمرة لوحدها، بل تعمل مع الكثير من القطاعات في موسم الحج، وهو واحد التميز الرئيسي حقيقة اللي يتميز في موسم الحج، ألا وهو أكثر من 40 قطاع حكومي وقطاع خاص وقطاع غير ربحي يعملون في وقت واحد وفي منظومة واحدة، ويجب أن يكون التناغم والتنسيق على أعلى المستويات. وأضاف نائب وزير الحج والعمرة أن خلال فترة موسم الحج يتم تقديم أكثر من 5 ملايين وجبة غذائية لضيوف الرحمن. نحن نقدم قرابة 5 مليون وجبة لضيوف الرحمن في هذه المنطقة الجغرافية، يتم إعدادها وتجهيزها وتقديمها والتخلص من مخلفاتها. تخيلوا النموذج التشغيلي اللي يستطيع حقيقة أن يتعامل بهذا الكم الهائل جدا. انطلقت أعمال ملتقى تكنولوجي إكس باند الذي يجمع قادة التقنية والمبتكرين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم في الرياض، وحظي الملتقى بحضور نائب وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس هيثم العوهلي ومشاركة 100 شركة عارضة، فضلا عن 30 متحدثا دوليا بهدف الارتقاء بالاقتصاد الرقمي في المملكة وتعزيز الابتكار في مجال التقنية. وأوضح وكيل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات للتكنولوجيا المهندس محمد الربيعان أن المملكة هي الأولى في الاستثمارات التقنية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أصبحت الجزء كبيرا من الاقتصاد الرقمي الدولي، الاقتصاد الدولي، والشهادة على ذلك هو 16.5 مليار ريال سعودي في استثماراته، والتي عملت المملكة السعودية على جذبها أيضا من خلال تقنية السحابية. وهناك أيضا هناك إنجاز كبير جدا، وأنا أشعر بفخر كبير أنه أنا أعلن عنه، أن المملكة السعودية الآن هي الدولة الأولى في الاستثمارات التقنية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. يواصل معرض جدة للكتاب فعالياته في 6 أيامه وسط مشاركة 1000 دار نشر محلية وعربية ودولية جرى توزيعها على 400 جناح. المعرض يزخر بالعديد من الندوات لخبراء ومثقفين، بالإضافة إلى الأمسيات الشعرية والعروض المسرحية بجانب أركان تعليمية وتدريبية للأطفال. ومن معرض جدة الكتاب يلتحق بنا مراسل أخبار السعودية الزميل خالد المطرفي. مساء الخير خالد. إذن في 6 أيام فعاليات معرض جدة للكتاب، فعاليات ثقافية ترفيهية، أطلعنا على أبرز ما دار في 6 أيام المعرض. نعم، تحية طيبة لك أحمد وللسادة المشاهدين. بالفعل 6 أيام هذا المعرض تنطلق اليوم، أو انطلقت في تمام الساعة 11 صباحا، تبدأ بندوات حوارية في تمام الساعة 5:30 بأول ندوة حوارية بعنوان دبلوماسية العلاقات السعودية الإعلامية، ثم حقيبة سفر القارئ ودع الرواية تتحدث والنص الجديد في ورش العمل وكذلك خط الثلث وغيرها من مهارات التواصل المختلفة. أيضا في زوايا هذا المعرض، معرض جدة للكتاب، هناك قصص تروى، وأحد هذه القصص هي لكاتبة تبلغ من العمر 23 عام اسمها رغد أحمد. تحية طيبة رغد، مساء الخير. كيف تجربة أول كتاب لك كتبتي؟ والله صراحة تجربة كانت جدا جميلة وموفقة، الحمد لله توفقت بإصدار أول مؤلف لي خلال هذه السنة، وله تقريبا 3 أشهر وصدى عليه جدا جميل. جميل. أبرز المواضيع اللي تتكلم في هذا الكتاب اللي يحمل اسم باهر؟ من أبرز المواضيع اللي تتكلم عنها هذا الكتاب، وصلت فيها رسائل عن كيفية تخطي الصعاب وكيفية تحويل الصعب، الشيء الصعب، إلى فرصة نجاح. وأيضا فيها من رسائل التفاؤل ومن قوانين الفلاسفة الكبار لخصتها بحيث أني أوصل للناس زبدة الموضوع ويأخذون الفائدة. نتمنى لك كل التوفيق رغد. وناخذ أخوك برضو، أحد القصص اللي موجودة هنا في معرض الكتاب، تفضل، حياك الله، تعرف على اسمك أول شيء. يحب الإعلام يا أحمد. الله يسعدك. اسمي وسيم عبد الحميد أحمد.
50. انت اول ما جيتك هنا شرحت لي فكره الكتاب، ادينا الشرح عشان الناس تسمع كمان. الكتاب يتكلم عن علم النفس وتطوير الذات. هو الكتاب مهتم قليلا بعلم النفس، مهتم غالبا بتطوير الذات، بمعنى بشكل ادق وبشكل اوضح انه يتكلم عن الشغف، عن الطموح، عن التفاؤل، يتكلم عن الالهام، يتكلم عن الايمان بالفرص الموجوده في الحياه، يتكلم عن الايمان بالله سبحانه وتعالى قبل كل شيء هذا. وايضا هو ايضا ماخوذ منها مقالات من الواقع، وايضا يعني يساعدك اتخاذ المواقف الصعبه في حياتك، يساعدك على تجاوز الازمات. اتمنى لك التوفيق. كم عمرك؟ 14 عاما وبدخل 15. ما شاء الله، اتمنى لك التوفيق. الله يسعدك، شكرا لك. ايضا احمد والساده المشاهدين، بعد قليل تبدا الندوه الحواريه بعنوان دبلوماسية العلاقات السعودية الإعلامية، تستضيف الدكتور سعود كاتب والدكتور ماجد جعفر. نتحدث أيضا في هذه الدقائق مع الدكتور سعود كاتب. مساء الخير دكتور، وتحية طيبة لك. مساء النور. الله يسعدك. ليلة جميلة بالكتاب وبالقراء المتواجدين اليوم في مدينة جدة، كيف شفت معرض الكتاب في أول زيارة؟ الحقيقة رائع، رائع جداً، سواء من حيث التنظيم، من حيث تواجد دور النشر، من حيث الحضور الموجودين، الحقيقة جميل جدا وما يتفوت أبدا. جميل. اليوم عن إيش يمكن نعطي ملامح للناس اللي تشوفنا الآن مباشرة؟ تتكلم هذه الندوة الحوارية اللي أخذت موضوع الدبلوماسية السعودية الإعلامية. الندوة بتتكلم عن الإعلام السعودي وبشكل خاص الإعلام الخارجي للمملكة العربية السعودية ودوره كجزء من القوة الناعمة السعودية، سواء كمصدر من مصادر القوة الناعمة أو كأداة من أدوات القوة الناعمة السعودية. والإعلام كلنا نعرف أهميته، نعرف الإعلام السعودي قديش تطور وقديش تقدم، فإحنا بحاجة أن نوضح كافة الأسئلة المتعلقة بدور الإعلام في المرحلة اللي إحنا الحالية اللي إحنا بنعيش فيها، اللي قوة المملكة الناعمة يعني أصبح الكل بيتكلم عنها. جميل. واليوم إحنا يمكن في معرض جدة للكتاب، ويمكن في منطقة مخصصة لمشاهدي ومحبي كأس العالم، كمان في كتب من خارج المملكة، وأنت زي ما ذكرت القوة الناعمة اليوم تتحدث عن نفسها في المملكة العربية السعودية، كيف تشوف تأثير مثل هذه الأشياء دكتور علينا في المملكة؟ أعتقد أنها مهمة جدا. إحنا في المرحلة هذه بعد غياب طويل، يعني يمكن إحنا لعقود طويلة كانت قوتنا الناعمة، كنوز قوتنا الناعمة لم تكن بارزة بما يكفي. اليوم ولله الحمد يعني القوة الناعمة السعودية سواء من ناحية الرياضة أو الفن أو الترفيه أو الثقافة أو التعليم كلها بدأت، يعني بدأنا نشوفها وبدأت تلفت أنظار العالم وتوري الناس وتوري العالم في كل مكان الوجه الحقيقي للمملكة العربية السعودية اللي هم يمكن ما شافوه لعقود طويلة. اليوم بيشوفوا وجه المملكة الحقيقي، خاصة مع الانفتاح اللي احنا بنعيشه، مع التسهيل في التأشيرات ومع السياحة والناس اللي بيجوا للمملكة. لا، انتم كنتوا تتكلموا عن المملكة عن بعد، لا تعالوا شوفوها من قريب وشوفوا فين وصلت، شوفوا التطور اللي موجود فيها، شوفوا شعب المملكة العربية السعودية قديش ودود وقديش كريم وقديش لطيف، خلافا لأي صورة كان البعض يحاول أنه ينشرها بشكل غير سليم. أيضا لعلي أختم يمكن بسؤال، أنت من أوائل الناس دكتور تتكلموا عن منصات التواصل الاجتماعي وأهميتها، كيف تشوف اليوم دورها لنقل يعني رسالة المملكة وشكل المملكة سياحيا وبكافة التخصصات للعالم أجمع؟ هي نافذة مفتوحة، وصلتنا بالعالم كله، العالم أصبح يرانا وأصبحنا نرى العالم، نوصل له رسائلنا. وعشان كذا أنا بقول دائما أنه هذه النافذة لابد أنه نستغلها بأفضل شكل. كل مواطن وكل مستخدم لهذه النافذة لابد أنه يضع في اعتباره أنه هو سفير للمملكة العربية السعودية، وأنه كل ممارساته بيشوفوها العالم. إذا شافوها حينقل عن نفسه وحينقل عن الآخرين وعن مجتمعه إما صورة إيجابية أو سلبية، وهذه مسؤولية كبيرة أعتقد أنه كلنا مسؤولين عنها. أتمنى لكم التوفيق دكتور إن شاء الله في ورشة العمل أو الندوة الحوارية التي تبدأ بعد قليل. شكرا، شكرا جزيلا لكم، بالتوفيق. إذن أحمد، كان هذا حديث الدكتور سعود كاتب وأيضا الكاتبة رغد أحمد، والذين تحدث أيضا عن رغد، تحدثت عن كتابه والدكتور تحدث عن هذه الندوة الحوارية وعن أهمية الإعلام الخارجي اليوم في ظل ما تشهد المملكة العربية السعودية من تطورات ونقلات كبيرة في عدة تخصصات. أعود إليك.
إذن من مقر معرض جدة للكتاب مراسل أخبار السعودية زميل خالد المطرفي، شكرا جزيلا لك، وأيضا الشكر موصول إلى ضيوفك الكرام. مع الرغبة بالقفز أمام الصعاب والشغف المستمر على الوصول إلى نقطة الهدف، هناك كتب وروايات بين زوايا وأجنحة معرض الكتاب في جدة أصبحت اليوم ترى النور لأول مرة. بين زوايا وأجنحة معرض الكتاب في جدة كتب وروايات ترى النور لأول مرة. خط صفحاتها شباب ابتغوا الركض في ميدان الكتابة والأدب. لم يخطر على بالي أنني سألف كتاب يوما ما، ولكن أقدر أقول أنه عام 2019 حصل لي موقف وانحنيت، وأقول انكسرت ثم انحنيت، ولكن استقمت واعتدلت بفضل الله ثم بتطبيق هذه الاستراتيجيات التي ذكرتها في هذا الكتاب. خطوات رغبة وشغف وإصرار على تحدي الصعوبات والعقبات من أجل تسطير أول عناوينهم بين آلاف الكتب في المعرض. هذا مؤلفي باهر، عبارة عن عدة مقالات في علم النفس والفلسفة وتطوير الذات، أو لخصت فيها شوية جزء من تجربتي أنا الشخصية، وحبيت أوصل للناس رسالة كيف تخطي المصاعب والأزمات، كيف تحويل الأزمة إلى فرصة. معرض الكتاب في جدة وقبله معرض الرياض الدولي وغيرهما بات أرض فرص لتقديم عناوين شابة تثري المستقبل الأدبي في المملكة. ميعاد شجرة، جدة. وبين عشرات الآلاف من الكتب في معرض جدة للكتاب يظهر جليا للزائرين مدى اهتمام الأمهات باختيار العناوين الأكثر فائدة لأطفالهن، خصوصا وأن الأرفف تزخر بعديد من المؤلفات ذات الطابع المفيد. على رفوف المكتبات آلاف العناوين التي تصيب بعض الأمهات بالحيرة، وقد تصعب مهمة اختيار كتاب يحتوي على المعرفة والقيم ومبادئ الحياة بشكل ممتع، فكيف نختار كتاب؟ أول خطوة تحديد الهدف. أنت لازم تعرفي أنت شغالة الفترة دي مع طفلك على إيش؟ تعديل سلوك سيء أو تعزيز سلوك جيد أو بناء قيم وأخلاق ومبادئ حميدة. وبعد طرح التساؤلات وتحديد الرغبات تأتي معايير صناعة الكتاب لاختيار الأنسب لقدرات الطفل القرائية والإدراكية، مع إضافة رسوم تسهل استيعاب المحتوى. بعد تحديد الهدف واختيار الكتاب المناسب لمشكلاتهم، أنصح الأمهات أنهم يطلعوا على محتوى الكتاب، يقرأوا النصوص، يطالعوا في الرسومات للتأكد من خلوها من أي أفكار تنافي ديننا وأخلاقنا ومبادئنا. الحل في كتاب يجمع بين إشباع رغبات الطفل الترفيهية ومتطلبات الأمهات التعليمية، ولكن السؤال: ماذا أريد لطفلي من هذا الكتاب؟ غدير بلوشي، جدة. ومن مقر مؤتمر التميز التشغيلي الذي انطلقت فعالياته اليوم بتنظيم من المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وعلى مدى يومين يلتحق بنا مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله القرني. مساء الخير عبد الله. إذن انطلقت فعاليات مؤتمر التميز التشغيلي في نسخته الثانية والذي يستمر ليومين، أطلعنا على أبرز مشاهداتك في يومه الأول. أهلا بك وأهلا بمشاهدي أخبار السعودية. بكل تأكيد انطلق المؤتمر، ما زلنا في هذه الفعاليات، فعاليات المؤتمر، العديد من ورش العمل، العديد من المتحدثين، أكثر من 100 متحدث من مختلف دول العالم، أيضا مشاركات أكثر من 40 جهة حكومية مشاركة في هذا المؤتمر، وأيضا جهات خارجية. كان هناك أيضا حديث عن قصص النجاح في التميز التشغيلي من خلال عرض أكثر من 15 قصة نجاح في هذا المؤتمر. لعلي أستغل هذا الوقت ونتحدث عن بعض قصص النجاح في هذا المؤتمر التي تم عرضها. في قصص النجاح تتحدث عن التميز التشغيلي، واستضيف معي الأستاذ بسام الشافعي، وهو نائب رئيس شركة ABB الذي كان متحدثا عن قصة نجاح في الشركة. أهلا وسهلا بك أستاذ بسام في البداية. وعليكم السلام، أهلا وسهلا بك. في البداية بودي أن تحدثنا
عن قصة نجاحكم في تمييز التشغيل. نعم، السلام عليكم، شكرا لتاحة الفرصة. نحن نتكلم طبعا عن قصة نجاح في المملكة في مجال تمييز في مجال معين اللي هو الأتممة وفكرة التقنية المعلومات. والموضوع هذا يعني لما نتكلم عن النجاح التشغيلي نتكلم عن إزالة أخطاء في العمل، فعشان نزيل الأخطاء نحتاج نطور كفاءة العمل، وتقنية المعلومات تساعد جدا في إزالة الأخطاء وفي حسابة الريسك اللي هو الأخطاء اللي ممكن تحدث في المستقبل والأخطاء القائمة حاليا. فالحمد لله احنا لاحظنا طبعا المملكة في قطاع خاصة مجال الأولين غاز اللي هو صناعة النفط، وكمان يعني حسب الرؤية 2030 المجال توسع إلى البتروكيميكال وإلى المجال الطاقة في الإلكتريكال والووتر السيجمنت مختلفة، وإحنا كشركة عالمية قائدة في هذا المجال لاحظنا والتمسنا وفي شغف كبير أنه نظرة المملكة وأنه القطاعات هذه بدأت بنظرات خطوات متسارعة لم نراها في مجال آخر في العالم. يعني نحن نتكلم احنا نتسابق ونتطور، وصلنا في التوب 10 ككونتريز انه وي ار امبلمنتنج المجال التقنيه هذا. فالفكره باختصار انه احنا بدل ما نعتمد على الهيومن فاكتور الوضع الانساني انه هو يقوم بالعمل ومجال الخطا قائم بسبب التعب او بسبب يكون في تقنيه تتبعها تكون قديمه وصار عليها تطور، فأنت لما نقوم بالأتممة، الأتممة مرتبطة في المعلومات، والمعلومات هذه تأخذ قرارات سريعة، فالإنسان يأخذ قرارات عن ناحية حساب معادلات بدلاً من حساب أعمال. فبهذه الطريقة أنت تبرمج السيستم، وبهذه الطريقة الكفاءة ترتفع، تقلل استهلاك الطاقة، وتزيد من كفاءة إنتاج المواد. بهذه الطريقة تكون منتجات المملكة إن شاء الله ونطلع لها في المستقبل بجودة عالية وبكميات أفضل، وهذا يضعنا في إن شاء الله في القمة، وهذا هو إن شاء الله النظرة المستقبلية وإحنا كنا حريصين فيها. والحمد لله الأجيال القادمة من تطور وعلم نلاحظها كلها ما شاء الله مهتمة في مجال الـ IT تقنية المعلومات والبرمجة والأبليكيشن، والحمد لله طلاب جامعات كثيرة ومهندسين تخرجوا جميعا ونلتمس معهم الكفاءة العالية. يعني أنا كنت في هذا المجال تقريبا أكثر من 25 سنة، لو تذكر لي أنا أجيب مهندس سعودي يشتغل معي في هذا المجال أقول صعب عليه، والآن لما أخذ خريج من جامعة ألاقي ينجز أحسن من واحد عندي أجنبي عنده كفاءة 10 سنوات، وهذه يعني أنا ألتمسها بنفسي. فالحمد لله متحمسين جدا بمجال التعاون مع المملكة في أنظمة جدا تطويرية مع كليات مع صناعية جدا، أذكر منها طبعا التحلية هنا في عنا سعودي ووتر أكاديمي، في عنا اتفاقية ونقوم بهذا المجال التطويري مع بعض عشان نقل المعلومات والخبرات مع بعض، نأخذ منهم معلومات في مجال الصناعة وإحنا نعطيهم معلومات من صناعة من قضية التكنولوجي أو الهندسية في إنتاج الأجهزة الكهربائية والأتممية. مهندس بسام، كيف رأيتم المؤتمر من خلال هذه المشاركة، الحضور، الناس المتحدثين، كيف رأيتم؟ طبعا المؤتمر مميز، أنا حضرت السنة الفائتة والسنة هذه ولاحظت النقلة النوعية هذه السنة. السنة اللي راحت كانت أكثر في قضية نتكلم عن مجال المياه، هذه السنة زي ما ذكر معالي المحافظ عبد الكريم أنه الموضوع عبارة عن كولابوريشن، أنه الوزارات حضرت وأغنتنا بقصصها النجاح وأعطاك ألهمتك حاجات إحنا نعيشها بس ما نحسها، يعني مجال الحج أو مجال النقل أو مجال الصناعة، التحديات اللي موجودة في المملكة وكيف إحنا ما شاء الله في رأس الهرم في مجالات كثيرة. فألاحظ الحضور أكبر والاهتمام أكثر، وأنا أطلع للمؤتمر القادم إن شاء الله بنظرة أقوى إن شاء الله، والشباب الموجودين معنا ما شاء الله يلهموك للمستقبل إن شاء الله. المهندس بسام الشافعي نائب الرئيس في مدير قسم صناعة الطاقة في شركة ABB، شكرا لك. شكرا لك جزيلا على تحت الفرصة. السلام عليكم. هذا هو المشهد هنا في هذا المؤتمر، مؤتمر التمييز التشغيلي، بكل تأكيد مشاركات عديدة وقصص نجاح
والمزيد من المتحدثين والمشاركات السعودية في هذا المؤتمر الكبير. نعم، إذن مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الله القرني من مقر مؤتمر التمييز التشغيلي، شكرا جزيلا لك وشكرا أيضا لضيفك الكريم. وعن حالة طقس المملكة هذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق تبوك والمدينة المنورة ومكة المكرمة والجوف والحدود الشمالية وحائل والقصيم والرياض. المركز أكد أن الطقس سيشهد انخفاضا في درجات الحرارة على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية والجوف وتبوك والأجزاء الشمالية من المدينة المنورة. من جانبها، دعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر وضرورة البقاء في أماكن آمنة والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والمستنقعات المائية والأودية، كما دعا إلى الالتزام بالتعليمات المعلنة لاستمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى يوم غد الأربعاء. نفذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة في بريدة زراعة 8000 شتلة، وذلك ضمن البرنامج الوطني للتشجير بالشراكة مع المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر وعدد من القطاعات بحضور عدد من مسؤولي القطاع ذات العلاقة. وتم الاطلاع على خطة الاستزراع في عدد من المواقع والمباني ضمن مبادرة السعودية الخضراء لنشر مفهوم التشجير بين جميع فئات المجتمع. نشرتنا مستمرة وفيها بعد فاصل قصير. لتحقيق أهداف التنمية الشاملة، أمير الجوف يرعى توقيع عدد من مذكرات التفاهم، ومدير فرع التدريب التقني بالجوف يطلعنا على أبرز الأهداف. أهلا بكم من جديد، وهذا موجز لأهم وآخر الأنباء. برئاسة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وفد اللجنة الوزارية العربية الإسلامية يصل إلى سويسرا للمشاركة في ندوة حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. عشرات القتلى الفلسطينيين في سلسلة غارات شنها الاحتلال الإسرائيلي استهدف عدة مناطق في قطاع غزة وفي الضفة الغربية. فعاليات مؤتمر التمييز التشغيلي انطلقت في الرياض بنسخته الثانية بمشاركة نخبة من الخبراء والقيادات والمختصين.
وزارة الصناعة والثروة المعدنية تصدر أكثر من 36 ألف شهادة منشأ خلال شهر نوفمبر المنصرم، وذلك للخدمة والتسهيل على المصدرين في مختلف القطاعات. مجمع الملك سلمان للغة العربية ينظم اليوم المؤتمر الدولي السنوي بعنوان الاختبارات اللغوية، ويستعرض أفضل الممارسات العالمية في اختبارات اللغة مع إبراز التحديات التي تواجهها. شركة أرامكو توقع اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان. ممثل الوطن الاتحاد يستعد لخوض تحدي جديد في بطولة كأس العالم للأندية 2023 والمواجهة الأولى مع أوكلاند سيتي. وإلى أخبار المناطق، حيث التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض محافظ مرات سند آل حفيظ وأعضاء لجنة وأعضاء جمعية التنمية الأهلية بالمحافظة، واستمع سموه إلى شرح عن الجهود التنموية وسير كافة الأعمال بالمحافظة. كما دشن سموه عن بعد منشآت جمعية التنمية بمحافظة مرات، واطلع أمير منطقة الرياض على التقرير النهائي لسباقات المحافظة للدراجات في نسختها الرابعة. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة تبوك في اللقاء الأسبوعي رؤساء المحاكم والمواطنين ومديري الإدارات الحكومية المدنية والعسكرية بالمنطقة، وذلك في القصر الحكومي بتبوك. ونوه سموه بما حققته المملكة من إنجازات منذ إطلاق رؤية 2030، كان آخرها ما حملته الميزانية العامة للدولة من خير ونماء للوطن والمواطن التي جسدت الرؤى الحكيمة للقيادة الرشيدة خلال ما أظهرته المؤشرات والأرقام في الموازنة، والتي عكست قوة ومتانة الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات رغم الظروف التي يمر بها العالم. التقى صاحب السمو الأمير جلوي بن عبد العزيز بن مساعد أمير منطقة نجران مدير فرع هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالمنطقة سعيد الحارثي، الذي قدم لسموه إيجازا عن أعمال الفرع ومنجزاته خلال الفترة الماضية. وأكد سموه حرص القيادة الرشيدة على القضاء على الفساد وتعزيز قيمة النزاهة لمواصلة ريادة المملكة في محاربتها للفساد والمفسدين، منوها بالتشجيع الذي يحظى به المواطن والمقيم للتصدي لهذه الآفة. أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم أن الدروس العلمية في مجالس أئمة وملوك المملكة هو النهج الذي تسير عليه قيادة بهذه البلاد المباركة منذ تأسيسها. جاء ذلك خلال الجلسة الأسبوعية لسمو أمير منطقة القصيم بحضور أصحاب الفضيلة والمسؤولين والأعيان والأهالي بالمنطقة. كما كرم سموه المتحدثين بالجلسة تقديرا لمشاركتهم وإثرائهم الجلسة بالجوانب المعرفية والمعلومات التاريخية. كما رأس سمو أمير منطقة القصيم اجتماع لجنة وفريق دعم ومساندة المشاريع الخاصة المتعثرة، وأكد سموه خلال الاجتماع أهمية الدور الذي يقوم به فريق دعم ومساندة المشاريع الخاصة المتعثرة وتذليل التحديات التي تواجهها بتكامل مع أدوار الجهات الحكومية والخاصة لضمان إنجازها في وقتها المحدد. التقى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة الحدود الشمالية مدير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة خالد الرميخاني، واطلع سموه على الآلية المقترحة لعمل لجنة المسؤولية الاجتماعية والمقدمة من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. كما تسلم سمو أمير منطقة الحدود الشمالية تقريرا عن فعاليات مهرجان أصول الأغنام المحلية المنفذ مؤخرا في ساحة الاحتفالات بمدينة عرعر. جاء ذلك خلال لقائه مدير فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة المهندس بندر الهدية. وتضمن التقرير تفصيلا عن المهرجان الذي استمر لمدة يومين وما احتواه من ورش عمل وعدد من اللقاءات التعريفية والتثقيفية.
رعى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف توقيع مذكرتي تفاهم بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف وجمعية الجوف للطاقة المتجددة، وذلك ضمن حرصه على دعم العمل المشترك والتكامل بين القطاعات المختلفة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة في المنطقة. وللحديث أكثر عن مذكرات التفاهم التي رعاها سمو أمير منطقة الجوف ينضم معنا عبر الهاتف مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني بمنطقة الجوف الأستاذ ماجد العتيبي. مساء الخير أستاذ ماجد وأهلا بك. بداية، إلى ماذا تهدف مذكرات التفاهم والتي تم توقيعها بين الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف وجمعية الجوف للطاقة المتجددة؟ أسعد الله مساك أخي أحمد ومساء المشاهدين والمشاهدات بكل خير. بداية، يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، ولسمو سيدي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على الدعم السخي الذي يحظى به قطاع التدريب التقني والمهني. كذلك يسرني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف على الدعم والتوجيه المستمر والمتابعة لكل ما يخدم أبناء وبنات منطقة الجوف ويساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030. طبعا ولله الحمد تشرفنا هذا اليوم برعاية سموه الكريم لتوقيع مذكرتي تفاهم مع المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الجوف وكذلك جمعية الجوف للطاقة المتجددة. طبعا تهدف هذه الاتفاقيات، الاتفاقية الأولى مع المكتب الاستراتيجي تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود وتحقيق المنافع المشتركة من خلال برامج التدريب والتطوير وتبادل الخبرات والمساهمة في تنمية وتطوير منطقة الجوف بجميع المجالات والجوانب المتاحة. كذلك تهدف مذكرة التفاهم مع جمعية الجوف للطاقة المتجددة إلى تعزيز التعاون أيضا بين الطرفين لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود من خلال تبادل الخبرات والتجارب والمشاركة أيضا في الأنشطة والفعاليات المتعلقة في مجال الطاقة المتجددة وتحقيق المنافع المشتركة. هذه الاتفاقيات جميعها إن شاء الله تصب في خدمة منطقة الجوف وأيضا خدمة الوطن الغالي. نعم، إذن مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف الأستاذ ماجد العتيبي، شكرا جزيلا لك ونتمنى لكم التوفيق والنجاح. شرف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض حفل سفارة مملكة البحرين لدى المملكة بمناسبة اليوم الوطني لبلادها وذلك بقصر الثقافة بالرياض. رأس صاحب السمو الأمير سعود بن عبد الله بن جلوي محافظ جدة اجتماعا لاستعراض مبادرة لنجعل رمالنا الذهبية خضراء بحضور مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة المهندس ماجد الخليف. يأتي ذلك بهدف تحقيق التنمية المستدامة والمستهدفات الوطنية والتعليمية بهذا المجال لتعزيز الوعي البيئي وزيادة الرقعة الخضراء وتقليل المضار البيئية والاقتصادية. تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالتعاون مع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمملكة المغربية معرض جسور في نسخته الثالثة، حيث يضم المعرض عددا من الأركان المتنوعة، كما يتيح المعرض تجربة زيارة الحرم المكي افتراضيا عبر تقنية VR، كما يضم المعرض أيضا ركن التمور والضيافة. كما نفذت وزارة الشؤون الإسلامية ممثلة بفرعها في منطقة الجوف خلال عام 2023 الجاري 141 فرصة تطوعية عبر منصة العمل التطوعي، شارك فيها أكثر من 2340 متطوعا ومتطوعة. وأشار تقرير صادر عن الفرع إلى أن المبادرات شملت تنظيف وتبخير المساجد والجوامع واستقبال الحجاج وتنظيم دورات علمية ومسابقات لحفظ القرآن الكريم وجمع المصاحف التالفة.
أكدت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متابعة ما يتم تداوله لبعض من يدعي الرقية الشرعية، مبينة خطورة استغلال الرقية بما يخالف المنهج الشرعي وابتداع أفعال أو أقوال لم يثبت بها دليل شرعي، كاستحداث رقية معينة وتسميتها بأسماء ليس عليها دليل، أو الجزم بإصابة شخص بالسحر أو العين وغير ذلك مما يخالف ما جاء في الكتاب والسنة. وحذرت الهيئة من باعة الوهم الذين يتاجرون بأمراض الناس وآلامهم ويستغلون الرقية للتكسب والتجارة. تنظم هيئة الإذاعة والتلفزيون النسخة الثالثة من المنتدى السعودي للإعلام بشراكة استراتيجية مع أرامكو في فبراير المقبل بالرياض. ويقام المنتدى تحت رعاية مجموعة من الشركاء من الجهات الحكومية والخاصة التي ستمثل إضافة للمنتدى من خلال دعم المحتوى وتطويره. كما تشهد هذه النسخة مشاركة أكثر من 2000 قيادي إعلامي من 30 دولة. تواصل الهيئة العامة للطرق أعمال صيانة وتطوير طريق المدينة المنورة القصيم بطول 431 كيلومتر وبنسبة إنجاز 20%. ويعد هذا الطريق من أهم الطرق الحيوية التي تسهم بخدمة ضيوف الرحمن وتنمية الحركة السياحية والاقتصادية والاجتماعية في المنطقة. وتهدف الهيئة الوصول للمؤشر السادس عالميا بجودة الطرق وخفض الوفيات على الطرق لأقل من 5 حالات لكل 100,000 نسمة بحلول عام 2030. ينظم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية اليوم المؤتمر الدولي السنوي بعنوان الاختبارات اللغوية. المؤتمر يستعرض أفضل الممارسات العالمية في اختبارات اللغة مع إبراز التحديات التي تواجهها، فضلا عن الحلول المقترحة من خلال جلسات المؤتمر والمستمرة حتى 13 من ديسمبر الجاري بمشاركة أكثر من 40 باحثا من 22 دولة. ومن مقر المؤتمر ينضم معنا مراسل أخبار السعودية زميل عبد الرحمن الموسى. مساء الخير عبد الرحمن. إذن اليوم مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية ينظم المؤتمر الدولي السنوي للغة العربية بعنوان الاختبارات اللغوية. أطلعنا على أبرز ما رصدته في اليوم الأول. نعم أحمد، أولا أمسي عليك بالخير ومسي على السادة المشاهدين في كل مكان. بالفعل مثل ما تفضلت، في صباح هذا اليوم انطلقت فعاليات هذا المؤتمر العالمي الذي يجمع نخبة من المختصين والأكاديميين والباحثين من 22 دولة حول العالم في إجراء هذا المؤتمر المختص بالاختبارات اللغوية. مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية وكما هي عادته في مثل هذه المؤتمرات في مقر المملكة العربية السعودية محضن اللغة ومحضن لغة الضاد، حيث تقام مثل هذه المؤتمرات المتخصصة في خدمة اللغة العربية، وها نحن في خدمتها للناطقين بغيرها. دعني أحمد ومشاهدينا الكرام ونحن ننقل لكم هذه الأجواء على الهواء مباشرة أن أرحب بالأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح الوشمي الأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية. نرحب بك الأستاذ عبد الله. الأستاذ الدكتور عبد الله، أولا نهنئكم بإطلاق المؤتمر في صباح هذا اليوم. حدثنا عن أهمية هذا المؤتمر في المملكة العربية السعودية وإقامة في لغة الضاد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحن نقول دائما اللغة العربية مسؤولية الجميع وليست وظيفة فرد ومؤسسة. نحن في هذه الدولة العظيمة بالقيادة الرشيدة والرؤى التي تنطلق من رؤية السعودية 2030 نؤمن أن اللغة هي مرتبطة بالهوية، وقد اختصر المؤسس العظيم رحمه الله الملك عبد العزيز صلتنا بالعربية حين جعلها التعريف الأول للمملكة، فهي المملكة العربية السعودية. أنتم في هذه القناة وجميع المؤسسات السعودية يقدمون جهودا نوعية في خدمة اللغة العربية. تجاوز مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية بتوجيهات سمو وزير الثقافة رئيس مجلس الأمناء الصيغة التقليدية لتقديم اللغة العربية بالموضوعات العامة أو البرامج المتراخية لتقديم خطط وأعمال ترتبط باستراتيجياته. نفذنا سابقا معجم الرياض وأطلقنا جوائز ونفذنا تحدي الإلقاء للأطفال وبرمجان العربية. زملاؤنا في الأسبوع الماضي ينشطون في تركيا وفي أوزبكستان وقرغيزستان والصين وبرامج
برامج اعتمدت في تايلاند ومجموعة أعمال في أفريقيا و180 دورة لموظفي الجهات السعودية. ومع ذلك كله نحن نؤكد دائما على أن البعد العلمي العميق والرصين هو العقل الذي يفكر به المجمع. ولذلك ينعقد هذا المؤتمر برعاية كريمة من سمو وزير الثقافة رئيس مجلس الأمناء الأمير بدر حفظه الله. وهذا المؤتمر يتخصص في الاختبارات اللغوية، وهو موضوع وسقف متقدم جدا من العناية باللغة العربية، ويواكبه حضور علماء ومجموعة من الباحثين والمختصين والمؤسسات من ما يزيد على 20 دولة من دول العالم، ممن لهم تجربة في خدمة اللغة العربية وتنفيذها. هذا المؤتمر ينعقد في يومين، تقدم فيه أكثر من 40 ورقة علمية رصينة خاضعة للمعايير العلمية الرفيعة، مشاركون من أجيال عديدة ومن مؤسسات متنوعة. يكتمل المؤتمر في يوم الغد ليخرج بحزمة توصيات ترتبط باختبارات اللغة العربية والاختبارات اللغوية العامة، خاصة أننا نستهدف مسح الواقع اللغوي في البلدان التي يشارك منها الباحثون ومعرفة تجاربهم في الاختبارات. جميل. دكتور عبد الله، لو حدثتنا أيضا ما هي أهداف هذا المؤتمر؟ من أهداف المؤتمر الرئيسة هي مد الصلات والشراكات مع المؤسسات والخبراء المختصين باللغة العربية من السعوديين ومن العرب ومن الدول الإسلامية ومن الدول الصديقة بشكل عام، والاطلاع على تجاربهم في تنفيذ الاختبارات، لا سيما أن لدينا تجربة مثلا في الصين قدمها الصينيون لتنفيذ اختبارات اللغة العربية بأيدي صينية كما يقال، ومثلها في أندونيسيا ومثلها في دول أفريقيا وأوروبا. ونحن نريد أن نقدم الجهود والتجربة السعودية النوعية، حيث نطلق في هذا المؤتمر مبادرتين، أو أطلقنا مبادرتين ضمن مبادرات المجمع التي يعمل عليها بشكل عام. أطلقنا اختبار همزة الأكاديمي، وهو اختبار محوسب يقيس الكفاءة أو الكفاية اللغوية للمختصين باللغة العربية من غير العرب أو متعلميها، إضافة إلى أطلاق أول مجلة علمية محكمة مختصة في اختبارات اللغة العربية لتنضم إلى المجلات الأخرى العلمية المحكمة التي أطلقها مجمع الملك سلمان في برامج عديدة ومسارات عديدة، لا سيما أن هذا المؤتمر يتواكب مع سلسلة المؤتمرات والندوات التي ينفذها المجمع، سيما أننا نفذنا في السنة الماضية مؤتمر اللغة العربية في المنظمة الدولية وانعقد برعاية مولاي خادم الحرمين الشريفين أيده الله، وكان المؤتمر الأول الذي تجتمع له المنظمات لتجد السؤال الكبير عن حجم اللغة العربية وحيز اللغة العربية في هذه المنظمات. جميل. أبرز المحاور التي طرحت صباح هذا اليوم والآن ويوم غد؟ يعالج هذا المؤتمر في موضوعه المتخصص مجموعة من المحاور، همها الرؤى النظرية حول الاختبارات، بناء الاختبارات اللغوية، معايير الثبات الخاصة باللغة العربية، تجارب العرب في تقديم اختباراتهم، تاريخ الاختبار العربي والاختبارات العربية، المستويات التي نسعى لها جميعا في إيجاد معايير لقياس الكفاءة، إضافة إلى دراسة التجارب غير العربية في تقديم اختبارات اللغة العربية. جميل. كلمة أخيرة حاب تقولها يا دكتور في مجال اختبارات اللغة العربية لغير الناطقين بها؟ نحن نقول دائما اللغة العربية مسؤولية الجميع، ونعتقد أن المجمع حين أطلق اختبار همزة الأكاديمي فإنه يسعى قريبا بإذن الله لإكمال اختبار اللغة العربية لأغراض وظيفية واختبار اللغة العربية لأبنائها، ونسعد من هذا المنبر الموقر أن نجد شركاءنا وأن يسمع شركاؤنا بنا وأن نلتقي لتطوير هذا المنجز السعودي العام الذي يتضام مع برامج المجمع الأخرى وتحظى بالدعم والمساندة الدائمة. جميل. الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح الواشمي وأنت الأمين العام، شكرا جزيلا لك. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا. نعم أحمد ومشاهدينا الكرام، كان هذا هو حديث الأستاذ الدكتور عبد الله بن صالح الواشمي الأمين العام لمجمع الملك سلمان للغة العربية، حيث أطلق صباح هذا اليوم اختبار همزة العالمي الذي يقيس مدى قدرة اللغة العربية، مدى تمكن اللغة العربية للناطقين بغيرها واستخداماتها في الدول العربية. نعرف أن الاختبارات مثل هذه الاختبارات العالمية التي تقيس مستوى أدائها من قبل الناطقين لغير العربية هي تحاكي الاختبارات العالمية مثل اختبارات الآيلتس والتوفل التي تعتبر من الاختبارات المعتمدة عالميا، كما أيضا الاختبارات اللغة الإنجليزية، أيضا اللغة الأسبانية واللغة الفرنسية، وهي لغات عالمية وضعت لها معايير. ها هو
مجمع الملك سلمان أطلق هذه المبادرة في الاختبارات العالمية، في اختبارات التي تقيس الكفاءة اللغوية للناطقين بغير العربية على مستوياتها الأربعة المتنوعة، وهي الاستماع والتحدث ثم الكتابة أو القراءة ثم الكتابة. وهذه هي المهارات فعلا الأساسية التي يحتاج إليها الناطق غير العربي، خصوصا في أثناء سفره للدول العربية، سواء كان لأغراض تجارية أو سياحية أو غيرها من الأغراض التي يحتاجها. وحيث تقدم هذه الدورات وهذه المبادرات للجامعات السعودية ومعاهدها التي تقدم هذه الدورات المتخصصة في تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، بالإضافة إلى أيضا العديد من الجهات التوظيفية التي يتواجد فيها مجموعة كبيرة من الأجانب. نعم، إذن من مقر المؤتمر الدولي السنوي للغة العربية والذي ينظمه مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية، مراسل أخبار السعودية الزميل عبد الرحمن الموسى، شكرا جزيلا لك، وشكرا أيضا لضيفك الكريم. في الشأن الاقتصادي، وقعت شركة أرامكو اتفاقيات نهائية للاستحواذ على حصة 40% من شركة غاز ونفط باكستان المحدودة جو. وتعد شركة جو التي تعمل في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوعة واحدة من أكبر شركات التخزين والبيع بالتجزئة في باكستان. وكشفت أرامكو أن الاستحواذ يمثل أول دخول للشركة إلى أسواق التجزئة للوقود في باكستان. هذا وستمكن الصفقة أرامكو من تأمين منافذ إضافية لمنتجاتها المكررة وفتح أسواق جديدة أمام زيوت التشحيم التي تعمل أو تحمل العلامة التجارية فالفولين. تستضيف بكين اليوم مؤتمر الاستثمار السعودي الصيني الذي تنظمه وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الغرفة التجارية الصينية لاستيراد وتصدير الآلات والمنتجات الإلكترونية على هامش زيارة وزير الاستثمار خالد الفالح إلى الصين ومنطقة هونغ كونغ. ويهدف المؤتمر إلى إبراز جهود المملكة في تطوير مسار الشراكة الاستراتيجية السعودية الصينية في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري، إضافة إلى مناقشة الفرص والمبادرات الاستثمارية لزيادة التعاون المشترك بين البلدين بمشاركة أكثر من 700 مسؤول ومستثمر. أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أكثر من 36 ألف شهادة منشأ خلال شهر نوفمبر المنصرم، وذلك للخدمة والتسهيل على المصدرين في مختلف القطاعات. إذ تستهدف الخدمة المنشآت الصناعية والقطاعات التجارية من الشركات والمؤسسات وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين والصيادين وذوي الأنشطة الفردية والحرفيين المحليين وغيرهم. وفي أخبار الرياضة وإلى محافظة جدة، حيث يستعد ممثل الوطن الاتحاد لخوض تحدي جديد في بطولة كأس العالم للأندية 2023. ويشارك الاتحاد في مونديال الأندية للمرة الثانية في تاريخه عقب تتويجه بطلا لدوري روشن السعودي 2022، إذ شارك في نسخة 2005 وحقق خلالها المركز الرابع، متطلعا في هذه النسخة للوصول إلى النهائي العالمي. تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين، ينطلق غدا العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة بمركز الملك عبد العزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض. وأشار مدير عام المركز عبد العزيز المقبل خلال مؤتمر صحفي أن العرض الدولي سيشهد مشاركة 296 رأسا من الخيل و255 خيل ميكس، مقسمة على عدد 19 فئة و40 خيلا سعودية الأصل والمنشأ، مقسمة على عدد 6 فئات تعود ل167 مالكا من المملكة والكويت وقطر. وحول ذلك، ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام مركز الملك عبد العزيز لجمال الخيل العربية الأصيلة الأستاذ عبد العزيز المقبل. مساء الخير أستاذ عبد العزيز، وأهلا بك. بداية، حدثنا عن جاهزية البطولة وأيضا كم عدد الخيل المشاركة. أول شيء طال عمرك أرحب فيكم مشاهديك الكرام. بداية، أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله على رعايته الكريمة لهذا الحدث الكبير، العرض الدولي السادس لجمال الخيل العربية الأصيلة. والشكر لسمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان يحفظه الله على الدعم اللامحدود الذي يحظى به قطاع الفروسية بالمملكة بشكل عام والمركز بشكل خاص.
كما أتم متابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن الفضلي رئيس إدارة مجلس المركز التي أسمت بالالتقاء بجميع الخدمات المقدمة لملاك مربي الخيل العربية واستمرار بطولات جمال الخيل العربية وتوجيه لنا بأن يعمل المركز بالشكل الذي يعكس صورة في المجتمعات الدولية تليق بسمعة المملكة في هذا المجال. بإذن الله البطولة ستنطلق غدا يوم الأربعاء بمشاركة 296 رأس من الخيل العربية وتمتد لمدة 4 أيام، وسيكون الحفل الختامي بتتويج الأبطال في يوم السبت الموافق 16 ديسمبر بحضور سمو أمير منطقة الرياض نيابة عن راعي الحفل، وأخذنا كل الاستعدادات لاستضافة هذه البطولة. نعم أستاذ عبد العزيز، يعني كما تعلم أن هناك اهتمام كبير من في المملكة العربية السعودية وأيضا في دول الخليج بالخيل العربية الأصيلة. نعم. وكثير يرغب في المشاركة في مثل هذه المسابقة الكبيرة. ما هي أبرز الشروط الواجب توافرها بالخيل للمشاركة في هذا العرض؟ مثل هذه البطولات الدولية التي يستضيفها المركز أو يشرف عليها في مختلف مناطق المملكة، طبعا يجب أن تكون في هذه البطولة بطولة المركز، طبعا هي لما نجي نتكلم عن بطولة مركز الملك عبد العزيز هي تصنيفها ألف أو A International، يجب أن تكون متأهلة من بطولات أقل من هذه البطولة سواء في المملكة أو خارج المملكة على أن تشارك في هذه البطولات. ونحن في المملكة العربية السعودية ولله الحمد عندنا جميع الهرم الموجود في منظمة الإيكاهو موجود في 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 بطولات التي يشرف عليها المركز في المملكة العربية السعودية. نعم. نعم أستاذ عبد العزيز، يعني هناك اهتمام أيضا في المملكة الآن بكثير من الفعاليات التي تعتبر داعمة للسياحة في المملكة العربية السعودية. هل تعتبر نعم. هذه البطولة من روافد الدعم السياحي في المملكة؟ نعم، البطولة الدولية التي يستضيفها المركز أو يشرف عليها في مختلف مناطق المملكة أو يشارك فيها العديد من الدول سواء مشاركين أو لجان تحكيم أو رقابة وانضباط أو مدراء ميدان، يطلعوا إلى ما وصلت إليه المملكة من تطورات في ظل حكومة مولاي خادم الحرمين وسمو سيدي ولي العهد، وسيكون داعم بإذن الله للسياحة في المملكة ويطلعون إلى أين وصلت المملكة العربية السعودية في تطورها وتقدمها بإذن الله. نعم، هل تعتبر هذه البطولة إلى أين وصل مستوى الخيل العربية بالمملكة؟ وهل أصبح مستوى الإنتاج السعودي يوازي نعم. الإنتاج العالمي؟ حسن طال عمرك. اليوم نحن في المملكة العربية السعودية المركز الأول على مستوى أعضاء منظمة World Arabian Horse Organization أو منظمة الواهو المعنية بتسجيل الخيل العربية، نحن المركز الأول على مستوى أعضاء هذه المنظمة. أما مستوى الإنتاج فالنتائج هي من تتحدث، كما شاهدنا في بطولة كأس العالم لجمال الخيل العربية الأسبوع الماضي اكتساح كبير للمرابط السعودية بإنتاج سعودي، وهذا ما نطمح إليه أن يتوازى جودة الإنتاج مع العدد المسجل في المملكة العربية السعودية. نعم، إذن مدير عام مركز الملك عبد العزيز لجمال الخيل العربية الأصيلة الأستاذ عبد العزيز المقبل، نتمنى لكم التوفيق وشكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا الكرام، نشرتنا انتهت، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. بالتزامن مع الذكرى 75 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان في جنيف، وزير الخارجية يشارك في ندوة حالة حقوق الإنسان في فلسطين المحتلة. بأكثر من 100 متحدث محلي ودولي، انطلاق مؤتمر التميز التشغيلي في نسخته الثانية لتعزيز الأعمال في القطاعات الحكومية والخاصة. أرامكو تستحوذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان، أحد أكبر شركات التخزين والبيع بالتجزئة. والاتحاد ممثل الوطن وأوكلاند سيتي النيوزلندي يفتتحان مونديال العالم للأندية في جدة. شكرا لكم مشاهدينا الكرام على طيب المتابعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه.